حول الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الأستاذ رضا بودراع الكاتب والباحث السياسي. أهلا بكم إلى استوديو رافدين. 18 عاما على احتلال أمريكا لأفغانستان، إلى أي مدى برأيك حقق الغزو الأمريكي أهدافه التي رفعتها واشنطن للدخول لأفغانستان؟ أستاذ رضا تسمعني؟ نعم أسمعك. نعم، 18 عاماً على احتلال أمريكا لأفغانستان، هل حقق الاحتلال الأمريكي أهدافه المنشودة في أفغانستان برأيك؟ الحقيقة أنه احتلال أفغانستان لابد التأكيد أنه كان على كذبة، كان قائماً على كذبة، هذا أول ما يجب التذكير به. كان قائم على كذبة امتلاك الأسلحة واستهداف أمريكا، ثم تبين أنه كل تلك المزاعم استخباراتيا كانت كاذبة. هذه أول شيء. الهدف لم يكن إطلاقا القضاء على أي مجموعة إرهابية كما يدعون، أو حتى حركة طالبان كما يدعون، إنما كان الهدف التموضع العسكري للوقوف أمام المشروع الأوراسي الروسي الذي يريد أن يضم روسيا إلى أوروبا إلى روسيا، ويتخذ من جبال أفغانستان المحطة العسكرية الاستراتيجية للصواريخ العابرة للقارات والمحطات الفضائية التي تدعم أسطولها الفضائي. إذا كان هناك استباق عسكري للتموضع من أجل مشاريع متنافسة على السيطرة للمرحلة القادمة التي سوف ينتقل فيها العالم من عالم متعدد أو أحادي قطبية إلى عالم ممكن متعدد الأقطاب، أو ببساطة لا قطبي تكلم فيه القوة السابقة. يعني هذه المشاريع التي تتحدث عنها أستاذ رضا، يعني هل كلفتها وصلت إلى 20,000 جندي قتيل وجريح، 900 مليار دولار خسائر لواشنطن؟ هل فعلا هذه الأهداف وما كانت تنشده أمريكا في أفغانستان يستحق هذا المبالغ الطائلة والأعداد الكبيرة من القتلى الجنود الأمريكيين؟ الحقيقة أنه التهديد ليس فقط في عدد القتلى التي فقدتها القوات الأمريكية، التهديد أنه أمريكا الآن أصبحت فعلا تتراجع، وقد تحمل الشعب الأفغاني ذلك الصراع بين الأقطاب لمدة تزيد عن 40 سنة، فقد كان السبب المباشر في انهيار الاتحاد السوفيتي، وقد هو الآن ترون أن القوات الأمريكية أصبحت محاصرة في كابول. يعني أمريكا الآن تطالب الهدنة، تطالب المصالحة، تطالب الذهاب إلى التسوية السياسية، تطلب من الوسطاء، من السعودية، من قطر، احتواء طالبان. فالاحتلال قد خسر تماما، وهناك تقدم لأهل الأرض، وهناك محاصرة للقوات والمراكز الأمنية الأمريكية الأفغانية في قلب كابول. الخسارة لا شك أنها معلنة، لكن يريدون الآن الخروج حظ ماء الوجه، والخروج خروجا مشرفا عن طريق التسوية السياسية. يعني أنت تقول خروج مشرف، هل تستطيع فعلا أمريكا الخروج من مستنقع أفغانستان وما دخلت به على مدى 18 عاما بهذه البساطة؟ الحقيقة أنه لما أتكلم عن الخروج المشرف، هو الخروج الذي تريده أي دولة إمبريالية استعمارية، كما هو الآن في العراق، الحفاظ على قواعدهم العسكرية، الحفاظ على معداتهم الأمنية والاستخباراتية والاستعلاماتية، والحفاظ على امتيازاتهم وما يسمى بالحق التاريخي ظلما وبهتانا. إذن الخروج بمعنى ذلك أنهم يجعلون من الكلفة للظاهرة الاستعمارية كلفة ذاتية داخلية يتحملها الشعب الأفغاني دون أن تتحملها الدولة والإدارة الأمريكية. هذا ما أقصده بالخروج، وما يقصدونه أيضا بالانسحاب التكتيكي أو الانسحاب الجزئي، وقد فعلوه في العراق وغيرها من المناطق. نعم، يعني ما فعلته أمريكا في أفغانستان أعيد عمله في العراق. برأيك ما هي فرص إيجاد حل في أفغانستان؟ هل من الممكن فعليا إيجاد حل سياسي لأمريكا بين أمريكا وطالبان في أفغانستان؟ الحل الذي ينادى به على الأرض أنه يقولون للأمريكان دعونا وشأننا، حلوا عنا، يعني فكوا عنا. أما الحل على الطريقة الأمريكية فسوف تبقى تترك المنطقة تحت الضغوط والتوترات، ولن يكون هناك حلا سياسيا حقيقيا في المنطقة. نعم، الأستاذ رضا بودراع الكاتب والباحث السياسي كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول، شكرا جزيلا لك.